اهو ما تاخرتش، كلمتني جيت على طول. اتفضلي. انا عايز اعرف بقى الهبل اللي حصل ده حصل ازاي. عادي، غلطة زي أي غلطة بتحصل. نعم يا حبيبتي، هو إيه اللي عادي ده؟ أنت عايزة تقنعيني إن أنت وتوماس بتاعك دوت ممكن تغلطوا غلطة زي دي؟ بيعجبني ذكائك. قشطة، أفهم بقى. بص، ديل زي ده مش بيحصل كتير في العمر. آه. والكوميشن بتاعته مش اللي بترضي طموحي ولا طموحك أكيد. أكيد قابل براء ده مستعد ينفذ بالمواصفات بأي تمن. وإحنا هنعمل كده. اه بس هنختار الوقت المناسب قبل ما يسافر بوقت قليل. نحدد السعر اللي احنا عايزينه. الله، وتوماس ازاي يوافق على العبط ده؟ توماس هياخد 20% و 30% لسيادتك، وانا 50%. يا اختي يا حلوه، أنا راجل ليا اسم في السوق ولا يمكن أنصب على العملاء بتوعي أبداً. اسمك؟ آه اسمي. بس اللي أنا أعرفه إنك ميت يا سالم بي يا صالحي، والاسم اللي بتتعامل بيه مع العملاء دلوقتي هو جمال الندري. أنهي اسم بقى حضرتك اللي هتضحك بيه عليا؟ حلو، حلو قوي. طب طالما انت مدقدقة قوي كده وفاهمة كل حاجة، ما نكشف الورق بقى. أؤمرني. سالم الصالحي عايش أو ميت، ما ينفعش يخش عملية وحد نسبته أعلى منه أبدا. بسيط، أنا ما أقدرش أزعلك. أنت 40 وأنا 40، نقول ديل. وماله، نقول ديل. أنا بقول نقلب من هنا بقى زي ما الست قالت قبل ما حد يقطرنا. يا عم سيبك منها، وبعدين هو في حد فاهم حاجة؟ محدش يقدر يهوب من المنطقة هنا. طب إيه؟ سقع لها. تمام يا معلم سونو، تحت عينيا وما تقلقش. أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف أعمل إيه. المصايب نازلة ترف فوق دماغي ومفيش حاجة بتتحل. ممكن تهدي؟ وبعد المهد في حاجة بتتحل؟ مفيش. أنا قلتلك الحل. وعيشة بنت الكلب دي هتقبل تاخد جزء من الفلوس؟ نحاول. طب هنجيب لها الفلوس منين؟ على فكرة شركة المصري كلموني أنا كمان. لا أنا خلاص، أنا باص من المشروع ده، أنا مش هعرف أكمل. باص إيه؟ مش شرط الجزائي. بتهزري؟ بهزر؟ أنا هجيب كل ده منين؟ ما أنت شايف. قلت لك انا هتصرف، وعيشه هنكلمها دلوقتي. طب افتح لي السبيكر، انا عايز اسمع. الو. اهلا بالحنين. بقول لك ايه، انا هجيب لك من الاخر. الكلام اللي انت طالباه ده مش هينفع يتنفذ ولا في يوم ولا اسبوع ولا شهر. وانا ماليش فيه، اتصرف. طب بقول لك ايه، عشان اجيب لك من الاخر بقى، الكلام اللي هقوله لك ده اخر حاجه هتسمعيها. انت هتاخدي 50 مليون جنيه عشان انا معيش غيرهم، اكتر من كده بمليم مش هينفع. هقول لك على حاجه، انت لو فكرتي تقربي الولد او تعملي فيه اي حاجه، انت مش حطولي ولا مليم، لان الولد لو جرى له حاجه انا مش هسكت. فكري في اللي انا قلته لك. طيب افكر وارد عليك. ماشي، سلام. ليه؟ قال أنا ليه؟ قلبي وكلني على زياد. هتحل يا هند، هتحل إن شاء الله. علي بيه، مالك علي بيه؟ مالك مسهم كده وسرحان وشايل هم الدنيا كله فوق دماغك؟ والله يا بدر ما عارف أقول لك إيه، أنا محرج منك جد. هدي محرج مني؟ لا، في إيه؟ قول بقى اللي في صدرك. أنا عارف مشكلة كبيرة يا بدر. مشكلة إيه بقى؟ كفل الشر. محتاج سيولة في وقت قصير جدا.
وإلا في طفل ملوش ذنب ممكن يروح فيها. ولا يهمك يا باي، اعتبر إن الفلوس دي في جيبك. حاولت أدبق من هنا ومن هنا بس الوضع صعب، الوقت كان مش مساعد. يا باي ولا يهمك، قول لي بس أنت محتاج كام بالظبط؟ 500,000 دولار. ماشي يا باي، هتلاقيهم عندك كاملين متكملين. بس اكتب اجيهم وصولات عشان تضمن حقك. وصولات ايه يا باي؟ عيب عليك الكلام ده، يعني انت بتردها لي؟ ده حقك يا بدر يا راجل، ده انت كنت عايز تمضي على 10,000 جنيه، مش عايز تمضيني انا على المبلغ ده كله. بص علي باي، انا عمري ما هنسى الجمايل اللي انت عملتها معايا. يا باي انت وقفت جنبي في عز زنقتي وطلعتني من مصايب عمري ما كنت هطلع منها. وبعدين يا باي في الاول والاخر كله من خيرك، دول لك انت ما كانش هيبقى معايا ولا حاجه من ده. بص يا بيه، في الفلوس جاهزه ومن غير اي وصولات. انت ربنا رماك في طريقي في عز ما انا كنت محتاج لك، ودلوقتي ربنا رماني في طريقك عشان ننجد عيل قلب ام وابوه ما يستحملوش ان هو يضيع منهم. عيب عليك يا علي بيه، اتفضل اتفضل اشرب الشاي، نسيتنا الشاي يا علي بيه. فلوس ايه، هي الرجاله بتتعوض. تسلم يا ابن الاصول، ربنا يخليك ليا. اتفضل يا بيه اتفضل. ما تحرمش منك يا بدر. يا باشا انا ما بنساش اي جميل اتعامل معايا، وانت وقفتك معايا دي بالدنيا دي كلها واللي فيها. ربنا يخليك يا بدر. وانا زعلتك في حاجه؟ هاي بابي، قاعدة لوحدك ليه ومش عايزة تنزلي معايا؟ في حاجات مهمة محتاجة أعملها على التليفون. حاجات أهم من بابي؟ لا بس. بس إيه؟ الحاجات دي ما ينفعش تستنى لحد ما تيجي؟ مش عارف. أوكي، سيبك من بابي. أنت ممكن تحكي لي أي حاجة على فكرة؟ في أي حاجة في الدنيا مزعلاكي؟ لا مفيش، أنا بس في حاجات محتاجة أعملها ومش عايزة أنزل. أوكي يا حبيبتي، على فكرة أنا كنت جايب لك تذكرتين للفيلم اللي أنت كنت عايزة تتفرجي عليه. لو مش عايزة تروحي مع بابي ممكن تروحي مع حد من أصحابك. أنا مش زعلان على فكرة. أوكي يا ابو، الفلوس دي كلها بفلوس الشبكة بتاعتك. شبكة ايه؟ ده لو بيشبك هيفا مش هيشبكها بالفلوس دي كلها. لا ياد، كبرت وبقيت راجل وبتعرف تقفي. بقفي ايه؟ المهم ان انت خدت بالك ان انا كبرت. قول لي بقى الفلوس دي بتاعت ايه؟ الفلوس دي يا حمزة رايحة لعلي بقى. الراجل واقع في مشكلة وقصدني وانا ما اقدرش اتأخر عليه. هو في حد بيسند حد بالمبلغ ده يابا؟ ولو قد كده 10 مرات مش هتأخر عليها يا حمزة. الراجل ده وقف جنبي وما سابنيش في أي موقف ولا أي ظروف. المعروف ما بيتقاسش بتمنه يا حمزة، بيتقاس بقيمته يا ابني. فهمت يا ابني. يلا عشان ما تأخرش على الراجل. راجل مزنوق وربنا يفك زنقتنا. انا بقولك على كل حاجه بس عشان تبقى عارف، عشان لما يبقى يحصل لي حاجه تبقى عارف ابوك ليه اه وعليه اه. ربنا يخليك ليا يا خليها عنك حاجه. الموضوع ما يستناش يا هند. على يا ابن الكلب، اتفضلي الشاي يا هند. سي يا حبيبتي، اتفضلي يا هند. اطلعي وضبي لي اوضتي يا منال. حاضر. واضح انه ما اتعلمش من اللي حصل له، او يمكن انا بقى اللي ما اتعلمتش. ما اتعلمتش ان اللي يبيعني مره يبيعني 1000. ماشي على الكلب. المهم دلوقتي زياد فين؟ معرفش،
بس هعرف بيتنططوا من حته لحته محرصين خبوه في حته تانيه بس هجيب زي ما جبتهم اول مره متقلقيش علي مقلقش ازاي بس ما تخافيش انا معاكي كل خطوه هيعملوها هعرفها وهجيبه السالم غانم ان شاء الله يا رب ان شاء الله بصي انا ما خلفتش بس عارفه قيمه الضنا لا ما تعرفيش هتعرفي منين هتعرفي منين ان هي دي نقطه الضعف اللي هيجيبوكي منها هو كان بمزاجك يعني هما اللي اوساخ يدخلوا عيل في حاجه زي دي ليه مفيش قلب في حرب والحرب مباح فيها كل شيء وما دام دخلتي الحرب يبقى لازم تبقي قدها ولازم تبقي عارفه ان اللي انت بتحبيه وبتخافي عليه هو ده اللي هيجيب مناخيرك الارض طول ما انا معاكي ما تخافيش هجيبه هجيبه ان شاء الله هو انا بس مستغربه شويه مستغرباكي قوي الحقيقه الوش الفيك ده مش لايق عليكي خالص يا شاهي فيك هو اللي بيعمل خير دلوقتي بقى فيك عيب بعدين يا حبيبتي انا طبعا عايزاه يرجع بس عايزه مصلحتي برضه ما انت راسيه على كل حاجه انت لو غلبانه هساعدك طبعا هساعدك بس انت يا حبيبتي مش غلبانه انت على قلبك قد كده طلباتك محلات القديم والجديد وصاد حياه حبيبك ابنك شوفي بقى تسوى عندك ايه هو ولا شويه هلاهيل وحطان ايه الواد راح فين يا عم مش عرفني انا بدور معاك اهو الواد ده لو قالك كل حاجه بيخ يا نهار اسود دي عيشه لو عرفت هتطين عيشتنا ده احنا اثبت الخروف منك ليه اثبت ياه هعديها من دماغك اثبت ياه ما هي لو سايباها مع رجاله ما كانش اتاخد منهم هو انت لسه في منك امال انت فاكرها خلصت يا حلو دي لسه بتبدا وانت عرفت فين ده ازاي هبقى اقول لك في ودنك سيد على بيزو ارقد على بطنك يا حلو انزل تروين على ايه هتشوف عشان اللي هيتعمل ما يتحكيش عيب الواد فين والله العظيم ما نعرف احنا كنا سايبينه هنا وفجاه اختفى كلموها نكلمه ليه دلوقتي ماليش فيه كلموها هاتوها وعلى الله تحس بحاجه طب وكتاب ربنا احنا عبد المأمور والله ما نعرف اي حاجه عايزني احلك اه بوس على ايدي